لسه علي محمد غورياني عبد الله. علي صوتك شوي. علي محمد غورياني عبد الله. الرتبه شنو؟ مقدم. وانت بعيد؟ رحت عمليه كرم. وانت مضبط؟ معسكر الثامنه في ضيان. شنو عملك انت مكلف بيه؟ امر حمايه. أنا حماية شنو؟ غرفة العمليات. أنا حماية غرفة العمليات. نبي عندكم دعم من الإمارات ومن السعودية؟ فيه. قديش تقدر الدعم؟ ما عنديش إحصائية حقيقية لك. تقريبياً قديش لي مدرع سلاح؟ دعم مستمر. دعم مستمر مفتوح؟ دعم مستمر. من أمتى الدعم؟ من بداية كرم. 2014. باهي في ضباط موجودين اماراتيين وفرنسيين في الغرفه؟ في اشخاص لك ما يقدرش هذا لك الرب ضباط اماراتيين موجودين يلبسوا في المدري في موجودين ومش موجودين؟ موجودين. مصريين موجودين. وين مقر؟ مصريين أسيس. ممكن علاقتهم بالامور الامنيه بس. كيف علاقتهم بالامور؟ يعني عاده دائما مش واجد لوجستيه يعني. تعليمات مخابرات ممكن موجودين في غرفه غرياء؟ لا لا قبل ايام غرفة بنينة هنا مجوز؟ ها؟ هنا مش موجودين في غرياء؟ لا مش موجودين. شنو الضباط الموجودين؟ موجودين الاماراتيين موجودين. فرنسيين؟ موجودين مصر. فرنسيين غرفة غرياء؟ غرفة غرياء. مصريين؟ لا مصريين. وين مقر المصريين؟ مصريين في موازي غرفة الرئيسية؟ موازي. وين مقرها؟ داخل القاعدة بنينة. كم عدد الضباط الاماراتيين؟ ما نقدرش نحصر لحياتهم مجموعة يعني خمسة ستة. شو العامل المكلفين بيه؟ ما يمكنش كيف انت تاخذ في الغرفة عندك معلومات؟ لا انا حماية يعني انا مختص بالحماية. انت في حماية لكن هم شو العامل المخصصين بيه؟ استخباراتي امنية؟ لا لوجستي اكيد. دعم؟ دعم. ضباط فرنسيين موجودين؟ موجودين. شو المهام المكلفين بيه؟ حتى هم دعم لوجستي فني. فني كيف؟ اسلاح حديد؟ لا الامور الالكترونية هذه طائرات الاستطلاع حربية يعني مش لوجستية. لوجستية يعني شنو الدعم؟ هذين اللي نشوف فيهم الحق يعني. عملهم شنو؟ ما نقدرش نحصل لك بس هم متعاونين يعني موجودين. نوع معين من السلاح؟ لا هم موجودين قلت لك متوفرين يعني. يعني في اماكن ما تقدرش توصل لها. هنا في غرياء في غرفة غرياء من امرها؟ امرها عبد السلام الحاسي. باهي قديش في ضابط فرنسي موجود؟ ايوه عبد السلام خمسة تقريبا. خمسة ضباط فرنسيين؟ يعني ما اعتقدش ضباط ضباط صف يعني. المهم اعضاء. شو رتب يعني؟ ايه. خمسة. الاماراتيين؟ الاماراتيين ممكن 10. 10 تقريبا. المصريين ما فيش في الغرفة دي؟ لا. خرب بنينة غادي. بنينة. باهي لب ال في مرتزقة ولا ما فيش؟ مرتزقة؟ مرتزقة ايه. مرتزقة اليوم اشتروا منهم مجموعة موجودة. توارد. مرتزقة. خلاص هم هذول اللي يقولوا. مش توارد، مرتزقة تشاديين موجودين عندنا. موجودين. ايه قديش عدد؟ خمسين. خمسين نفر. ليش مجموعة؟ مجموعة واحدة اللي موجود هناك غريب. وفي مغازي؟ في مغازي مفيش ممكن جفرة. في جفرة؟ من أمرهم المجموعات هذه؟ ضابط تقريبا اسمه أرمس. ضابط مني؟ منهم فيهم منهم هم. من اللي الخط الواصل بينك وبينهم؟ من اللي يجي فيهم؟ من اللي يتعاقد معهم؟ من اللي؟ مانيش عارف والله. كم عددهم تقريبيا؟ تقريبا انا اللي شفته انا موجود في الغرفه في حوالي 50 55. هذا في الغرفه الداخل في المحاور؟ محاور ما ادري شنو ايش نكتب عليك محاور ما ادري شنو. شنو عملك في الغرفه؟ الحمايه والحراسه. مجموعه مكلفه بالحمايه والحراسه؟ بين المجموعه اللي في المحاور تبعيتها لمن؟ من المرتزق اكيد من الكتائب اللي قاتلوا في المحاور منو يعني؟ نبوا اسماء ومرا مجموعات ما نقدرش نحدد لك يعني بالضبط ما نقدرش نكتب عليك. بكر واحد من الأسرة قال نتبع جبريل من يكون؟ جبريل؟ ايه هذا اللي جو برو هذا في واحد شميان ها؟ لا لا أسرة من غريان اليوم وقال نتبع جبريل. جبريل؟ ايه هذا واحد من أمر المجموعة. ممكن ما عرفتش والله اسم جبريل ممكن عنده لقب عنده شيء يجيب لك نعرفه. بيقول لك شو الضباط اليوم؟ سحبة كلها فرنسيين ومرتين كلهم انفسهم سحبوا كلهم. وين اكتشفوا؟ اكيد رجعوا فرنسا.